السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد، فلوق جديد. اليوم جولة بمنطقة تيغدوين، أو لاربعة تيغدوين. تيغدوين تابعة لمنطقة الحوز، وبعيدة على مدينة مراكش بحوالي 60 كيلومتر. كتميز بمؤهلات طبيعية هامة. هاد القنطرة هادي هي اللي كتوصل لعين سيد الوافي، أو لا بما كتسمى العوينة. القنطرة بقى جديدة، تقادت مؤخرا لأن القنطرة القديمة كانت خسرات بالمياه تاع الواد، لأن هذه المنطقة كتصب فيها الشتا كتيرة وكتنزل فيها ثلوج مهمة. وسبحان الله العظيم تيغدوين كلها خضورة. أنا مشيت لها 2 مرات، مشيت لها في 2016 ومشيت لها في 2017 ومشيت لها اليوم. سبحان الله العظيم واحد المنظر غزال غزال ملي كتشوف داك الواد وكتشوف الطبيعة خضراء. تيغدوين فيها فلاحة مهمة، هذا منتجع ولا منتزه. اول فطور ديالنا فطور متواضع، اتاي بالاعشاب، املو باللوز والخبز ديال الدار ما تسخش تشبع منه. وسبحان الله العظيم عين سيد الوافي فيها واحد الماء تيشبه المذاق ديالو بحال والماس، ما تتشبعش منه. وسبحان الله العظيم هذا الماء هذا ربما كيسهل الهضم، خاصة كيما تاكل. المهم هادي جولة في المنتزه اللي تغدينا فيه. هادو الأعشاب ديال المنطقة، أعشاب رائعة. وكاين واحد السيد كيطيب الأعشاب وكيفرقهم على الزوار بالمجان. فيهم شي مذاق، يا سلام. كاين أعشاب كتيرة كتيرة بزاف، شي اعشاب تنعرفوها وشي اعشاب ما عمرنا شفناها كاع. هادو اعشاب ديال المنطقه سبحان الله العظيم. بقاو معايا حتى تعرفوا على هاد المنطقه وتستمتعوا بالمناظر الطبيعيه. مهم للتذكير، الناس اللي بغات تمشي لتيغدوين من مدينة مراكش كتاخد الطريق ديال ورزازات، كدوز على اي تورير، ومن بعد اي تورير كيبان لك العلامة ديال طريق تيغدوين اللي هي طريق وحده غادا نيشان حتى لتيغدوين. الواحد يمشي مع السرعة القانونية لأن راه كيكونوا لي جوندار في الطريق.
باش يمشي الانسان بكل اريحيه. والناس اللي ما عندهمش السياره ممكن من باب دكاله كاين اما تاكسي اما طوبيس. كاين تاكسي ياخد تاكسي من باب دكاله حتى لباب غمات 5 دراهم، او لا طوبيس ب4 دراهم. ومن باب غمات اما تاكسي اما طوبيس حتى اي تورير 25 درهم بالنسبة للطاكسي و8 دراهم بالنسبة للطوبيس. ومن بعد اي تورير كاين كاين ترونسبور موجود، كاين لي ميني بيس ب10 دراهم، وكاين لي غون طاكسي ب25 درهم. اللي باغي يمشي ما يخممش للترونسبور، ترونسبور موجود. وممكن الواحد يضل النهار كله ويرجع ما عندوش المشكل، دايما ترونسبور كاين.
موجود الخيرات في تغدوين، خصوصا الحمل المعزي، كاين الطواجن، كاين الشواء، وما شاء الله وعندهم الأثمنة رخيصة، كل شيء عندهم رخيص. وكاين الفراشة اللي بغى يجلس تيعطيوه الفراشة 20 حتى 25 درهم. كاين الناس اللي كتقدى التقدية ديالها اللحم وداكشي تيعطيوه مول القهوة تيطيبو ليهم. الطاجين تقريبا تيطيب ب15 درهم، الشوا كيلو ديال الشوا ب15 درهم. الأثمنة عندهم رخيصة بزاف، رخيصة بزاف، وتيرحبوا بالسياح مزيان، منطقة رائعة، كل شي فيها موجود. غير شرب الماء ديال السيد الوافي وراه الشهية كتفتح، اللي ما عمره ما كلا ولا عنده الشهية ضعيفة. ما شاء الله، هذه القهوة ديال قهوة شينوا، طاجين حنا فيه كلينا فيه 3 الناس ب25 درهم، طاجين لذيذ لذيذ لذيذ، واحد اللذة لا توصف. كل واحد شنو كياكل على حسب الشهية ديالو. هذه قهوة شينوا، هذاك راه دي تجي فينا هو. هاي قهوة شينوا، كاين كطلع مع الدروج، كاين واحد الفضاء طبيعي في الكراسة اللي بغى يجلس في الفراشة. المهم هو هذا هو الفضاء فين تغدينا، فضاء جميل، فضاء طبيعي.
Ah.